السلام عليكم. معمل حبيب المصطفى للألمنيوم. هذا كارت المعمل، معمل حبيب المصطفى للألمنيوم. العنوان كربلاء المقدسة، تقاطع البزل مقابل أسواق البرتقالي، وعلى اليوتيوب معمل حبيب المصطفى للألمنيوم، فيس أبو مصطفى. هذه أرقامنا اللي يحب يتصل. اليوم شنو عندنا؟ نشرح أنواع الأبواب الصحيات. الأبواب الصحيات أكل مراية منظر ترتيب، يصير هنا مراية ومنظر، هذا المنظر من الداخل، العفو من الخارج، وهذا من الداخل مراية، يصير هذا الترتيب. وأكو ترتيب حشوة ربع بدون جامة، هذه. وأكو ترتيب حشوة ربع، طبعا ذني نقش نسميه، هذه نقش ليش نقش بس بيها جامة وبدون جامة. وأكو أبواب الغرف، باب الغرف مثلا كتيبة أو الاستندر حسب القياسات والتصميم. وهذه هي ألوانه، ألوان الصاجي والجوز الطوخ والخنقول الكريمي. وهذه أبواب التور مال المطبخ أو الاستقبال، طبعا حسب الحاجة. هسه هذا طلاقة وحدة مال المطبخ، وهذا طلاقة وربع مالت الصالة الاستقبال، طلاقة وربع. هذا هي أنواع التصاميم من ناحية الأبواب الصحيات أو الغرف. طبعا ها اللي يحب مثلا المحجرات، هم أكو أنواع، أكو هذا المحجر البور مربع الشمباني، وهذا النيتش النقشات، وأكو الجام حسب الترتيب، وهذا المحجر الدور المعروف. من ناحية أبواب الغرف كتالوج وألوان وتصاميم، وهم النقشات كتالوج يا نقشة تريد. وهذه كارت المعمل اللي يحب يطوب للقناة، مثلا يختار القائمة مال الأبواب يطبع على القناة مال معمل حبيب المصطفى للألمنيوم، يختار يا لون القائمة اللي يريدها، مثلا قائمة مال أبواب صحيات، قائمة مال أبواب كومبوزيت، أو أبواب تور أو محجرات، أو حسب القائمة اللي يريد يختارها. من ناحية إذا يريد كاونترات فيشوفون الموديلات والألوان والتصاميم، شنو اللي عجبه يختار اللون، وإحنا بخدمتكم إن شاء الله.